على وقع النشيد الوطني والأناشيد الحماسية والقصائد الشعرية والخطابات المسكونة بالروح اليمنية الخالصة، احتفل هؤلاء بعيد أعياد الثورة اليمنية. ملء الدنيا اتسعت مساحة الاحتفال بثورة 26 سبتمبر، وتجلى حجم الحضور الطاغي لمشهد الثورة في وجدان اليمنيين في الوطن وفي المهجر، فقد استدعوا إلى هذه المهاجر مناسبتهم الغالية واحتفلوا بها وجددوا العهد بالوفاء والولاء للوطن، واتحدوا على وقع الحرب التي تريد أن تجهز على دولتهم وثورتهم ونظامهم الجمهوري. مرحباً باليمن العابق بالتاريخ والحضارة. من أمريكا إلى ماليزيا إلى الهند وبلدان أخرى، تداعى اليمنيون وأوقدوا شعلة الثورة التي ازدادت وهجاً باتقاد حماسهم وبقدر النور واليقين الذي يسكن قلوبهم. الأطفال قبل الكبار تسابقوا إلى ساحة الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، تسبقهم أعلام الجمهورية، رسالة بليغة إلى الطامعين بإحياء الماضي المقبور. وفي مقابل هذا الحضور الطاغي لذكرى الثورة المجيدة في أقاصي الأرض، تغيب الشعارات إلا قليلا منها في العاصمة صنعاء، هذه المدينة التي شهدت المعركة الأكبر للدفاع عن هذه الثورة في أوج الحرب عليها وعلى أهدافها. احتفل سلطة الانقلاب في قاعة ضيقة بعد أن اختارت أوسع ساحة في صنعاء للاحتفال بالانقلاب على هذه الثورة ونظامها الجمهوري قبل أيام فقط. لذا جاء احتشاد اليمنيين في مهاجرهم للاحتفال بسبتمبر المجيد، ولسان حالهم يقول: الوطن يسكن هنا في قلوبنا، وفي القلب أيضا تسكن الثورة التي أعادت لليمن اعتباره وحفظت له هويته وأخرجته من النفق المظلم إلى نور العصر وآلاقه ومجده. والبحر الأحمر جف ما هو تصحر، ما عاد نقبل بالإمام العايدة وعاد نرجع بعد سبتمبر.